تلاقيني مشغول البال، والحمد لله عايش متشكر قوي على السؤال، إنما أنت ما قلت ليش عامل إيه من بعدي، يعني بجد عارف تعيش خدت خلاص على بعدي، إنما أنت ما قلت ليش عامل إيه من بعدي، يعني بجد عارف تعيش خدت خلاص على بعدي. يعني بجد عرفت أعيش خدت خلاص على بعدي.